تربية المواشي واحدة من المهن التي تمسك بها قطنو برج باجي مختار، رغم ما طرأ على المجتمع المحلي من تغييرات على كل المستويات. وهذه المهنة خلوها لي بويا وخلوها لنا ووالدينا، والآن قد نتنازلوا عنها ورانا ماشيين به. خليك لي فاهم. وهذه هي تراعي فينا خدمتنا، هذه هي لا مربي مواشي، وإلا مشى هذا الحيوان نديروا حيوان ثاني، وإلا نميناه راه نميناه. خليك لي فاهم. ولا هذه هي بعد خدمتنا، وهذا هو اللي خلانا باتنا وخلاونا جدود. الغنم كنا نرعوها من قبل، وكنا يعني عندنا يعني اسمه ترعيتها ياك. ومن بعدين الطفل نتاعنا يلحق 10 سنوات نعلمه تربيتها وسميته يرعاها. الظروف المناخية الصعبة وقلة المراعي عوائق لطالما واجهت الكثير من المربين، غير أنهم ولعقود طويلة ظلوا يتمسكون بمهنتهم. هي أساس معيشة، فهمتني؟ يعني يعتمدون عليها اعتماد كلي، انهم كانوا بدوا روحها حاجه باينه انهم ممارسينها اب عن جد، انها ماهيش انها حرفه والله، ما عندهمش بديل عنها. الله غالب اهل بدوا روحها الاساس نتاعهم الغنم والابل، هذه باينه كاع منذ القدم كاع. بعيدا عن كونها ارث محافظ عليه، غير انها تعد مصدر رزق العائلات القاطنه بمختلف مناطق وقرى برج باجي مختار.